لنقاش الملف اللبناني في ظل استمرار سيطرة إيران على البلاد وتردي الأوضاع الاقتصادية، ينضم إلينا عبر الإنترنت من طرابلس الكاتب والمحلل السياسي اللبناني علي شندب. أهلا بك سيد علي. يعني أي خطورة على لبنان عندما يتحول إلى دولة منبوذة في محيطها العربي بحسب تصريح وزير الخارجية اللبناني السابق فارس بويز؟ تفضل. أهلا وسهلا، مرحبا. بدون شك لبنان اليوم هو في عزلة، عزلة حقيقية. هناك حصار، إذا صح التعبير، نوع من الحصار العربي مفروض على لبنان، وذلك كما هو معلوم لأن لبنان بات بنظر الكثير وبفعل بعض الممارسات والوقائع أيضا، بات بلد عبارة عن مصنع لتصنيع المخدرات بأصنافها المختلفة. هناك كما نعلم جميعا كميات وصلت إلى أهدافها، وكميات يتم الكشف عنها، وأخرى يعني مصيرها ما زال قيد البحث. أنا أعتقد بأن لبنان فعلا هو في عزلة، وهذه العزلة هي عزلة اقتصادية ومالية وسياسية ودبلوماسية، ونعتقد بأن نسق التوازن الحاكم للدولة اللبنانية برئاسة حزب الله المتحكم بكل هذه المفاصل والسياسات التي يتبعها ضمن لعبة المحاور، خلافا لسياسات النائب النفس التي كانت الحكومات السابقة وحتى الحاليات تحاول أن تتميز بها، لكنها مع الأسف الشديد تصطدم بعائق كبير وبجدار كبير اسمه حزب الله. سيد علي، دعنا نتحدث الآن بتفصيل أكثر اتساعا، يعني من المسؤول المباشر باعتقادك عن نبذ وعزلة لبنان السياسية؟ هل النظام السياسي الطائفي أم أطراف فاعلة في هذا النظام؟ سيدي، حتى نكون منصفين، المسؤولية في هذا الاتجاه مسؤولية مركبة، مسؤولية أكثر من مزدوجة. هناك بدون شك المنظومة الحاكمة للواقع اللبناني، هذه المنظومة بالنهاية هي منظومة لها رعايات خارجية، يعني ليس فقط حزب الله المغطى من إيران هو من تسبب بما وصل إليه الواقع اللبناني، كلا، هناك أيضا أطراف سياسية كانت تتبع لدول عربية، منها سعد الحريري مثلا الذي أنجز مساكنة كاملة مع حزب الله طوال الفترة الماضية، ويتم اليوم محاسبته عليها، علما بأنه عندما أقدم عليها بنوع من ضوء أخضر وليس أحمر وليس أصفر. وبالتالي عندما شعر الخليج والجوار العربي بأنه تم استخدام الامتدادات الخليجية، إذا صح التعبير، والعربية في لبنان لصالح المشروع الإيراني، انتبهوا أنهم أكلوا بين قوسين، نسميه أكلوا الضرب. وبالتالي نجد هذه السياسات القاسية اليوم. إذن هناك عدة جهات. الشيء الأساسي سيدي أن إيران تمتلك مشروع، وأن العرب لا يمتلكون مشروع، وأن المشروع يهزم اللا مشروع، المشروع يهزم اللا مشروع، وهذا ما نجده من خلال تغول إيران، تمكنها من التغول في عدد من البلاد العربية وفرض أجندتها، وتتحول اليوم إلى رقم صعب وقوي جدا في المفاوضات الدولية في فيينا، هي على عتبة أن تكون دولة نووية. أما العرب فمع الأسف الشديد كل يغني على ليلة. سؤال جديد الآن سيد علي، يعني بينما تحاول أطراف عربية رأب الصدع بين لبنان وعدد من الدول العربية، تأتي الأخبار عن ضبط شحنة بها 4 ملايين حبة من مادة الكبتاغون في طريقها كانت إلى السعودية. هل تعتقد أن أطرافا سياسية لبنانية تريد تسميم العلاقة بين لبنان والخليج بمثل هذه التصرفات؟ سيدي، أولا دعنا نتفق على أمر أساسي، وهو أن المخدرات في لبنان هي تجارة محمية من قبل المنظومة الحاكمة للبلد، هي تجارة محمية ومنذ سبعينات أو ثمانينات القرن الماضي حتى اليوم وهي محمية، ولها أباطرتها المحلية والأقليمية.
لا يوجد تاجر مخدرات بإمكانه تجاوز الحدود والسدود والمرافق الشرعية وغير الشرعية والتصدير بالبحر والجو والبر، لا يوجد هذا الأمر ما لم يكن هناك في تغطية. الكشف أو ضبط بعض الكميات بعد ملايين حبات الكبتاجون من قبل الأجهزة الأمنية في لبنان بسبب أن 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 هذه التجارة بدأت تعطي نتائج سلبية على الكيان اللبناني نعم. وعلى الاقتصاد اللبناني ككل، وبالتالي لا بد من إظهار بعض العمليات. لا أريد أن أقول أن ثمة تواطؤ بين وزير الداخلية والمهربين، كلا، لكن ثمة من يقول ويعتقد بأن تجارة نعم. المخدرات، بأن أجهزة مكافحة المخدرات، أجهزة مكافحة المخدرات بعضها له علاقات وطيدة نعم. ومالية كبيرة بتجار المخدرات، وبالتالي هنا المسألة. وبالتالي الناظم لهذه المسألة يقولون في الشارع أنه حزب الله. لكن الأمر الخطير سيدي، دعني بعجالة، أن مدينة طرابلس التي هي معبر أو أحد معابر الهجرة غير الشرعية، هي اليوم سوق حقيقي وخطير لتناول المخدرات، وهي نعم والمخدرات تقدم في طرابلس بأسعار أرخص من السجائر. يعني هناك نوع من المؤامرة على تسميم النسيج الاجتماعي في طرابلس، وخصوصا في صفوف التلاميذ وطلاب إلى الجامعات. السؤال الأخير الآن سيد علي، وجئت على ذكر الهجرة غير الشرعية وسؤالي الآن عنها على وجه التحديد. يعني وكالة أسوشيتد بريس تقول إن لبنان تحول إلى نقطة أساسية لانطلاق اللاجئين باتجاه أوروبا، هل بات الغضب فاليأس ومن ثم الرحيل هي دورة الحياة التي تتشكل داخل لبنان؟ سيدي، الفرار من جهنم هو ما يقدم عليه اللبنانيين. اللبنانيون اليوم يفضلون الموت غرقا على البقاء في جهنم التي وعدهم بها الرئيس القوي ميشيل عون. لكن هذا الكلام هو تبسيطي، إذ أن نعم عملية القوافل الهجرة غير الشرعية بدأت مع النزوح السوري إلى لبنان، وهناك مافيات رسمية وغير رسمية ترعى هذه العملية. والمافيات اليوم الرسمية والمتكافلة مع المهربين أيضا، كما في المخدرات، هم لهم ناظم واحد أيضا ترعى هذه العمليات. حرص الغرب عامة على الجيش اللبناني والعمل على تسليحه هو سيد الكريم لهذا السبب فقط لا غير، حتى لا تزدحم أوروبا بالمهاجرين اللبنانيين. هم يعتبرون بأن دعم الجيش اللبناني نعم مثلا والأجهزة الأمنية ببعض وجبات الطعام وبعض الأموال البسيطة أقل كلفة عليه من قوافل المهاجرين التي تتدفق إليهم عبر قبرص واليونان وتركيا وغيرها من الدول. وهذا يذكر بالهجرة التي انطلقت من ليبيا، إنما بليبيا بدون بعد حرب الناتو، أما في لبنان فهي بدون حرب، وهم الكارثة الكبرى. وصلنا إلى هذا المستوى وبدون حرب عسكرية كالتي شهدها العراق أو كالتي شكرا شهدتها ليبيا. الكاتب نعم. والمحلل السياسي اللبناني علي شندب، نكتفي بهذا القدر، شكرا جزيلا لك.